اليوم اللي كان السيد مليوح نحن البطو في ضربة في الرأس جمعت لي الجوقة كما تعرفوا الضربة ده شوية شعبي وخاف وسط صدر بيل سبت جمولي الناس للإسعاف داتو الصوفي كما كان هنا كما تلاحظوا داتو الصوفي تكن تفاجئوا أنها مات وعمرت شي وقع في الدرب كيكونوا نزاعات فور كيخرج الناس من الملاهي ولكن أخوي عمرنا ما شفنا حد بحال هاد الشيء هذا وقع هنايا السيد كان مليوح حدا البوطو مضروب عنده ضربة في الرأس صافي ملي مشي نعدو المسجل الصوفي والأمل الدائم عندو